السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وكما كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله غادي يكون عيد ميلاد ديال اياد. وكما تعودتوا عليا دائما، انا ماشي من الناس اللي كنكوموندي اولا كناخذ الحاجه جاهزه، كنبغي دائما نصوب الحاجه ديال الدار. منها الواحد كيتفنن في دارو، منها كطيح لك الحاجه اقتصاديه، ومنها كتكوني فرحتي وليداتك. ان شاء الله هذا النهار هذا غادي نشارك معكم الطريقه باش مونطينا الكيك ديزاين، الطريقة باش درنا ليها الكريمة، الطريقة باش غلفناها بالقناش باش يجيونا حواف ليهم حادين، كذلك الطريقة باش غلفناها بلاباطو شوكولا باش تجينا حلوة مفينية، وهذا الشيء كامل بلا ماتريال. ومن بين هاد التحضيرات هادو ان شاء الله غادي نشارك معكم حتى لي ماغنوم ولي كاب كيك ولي بوبس كيك ولي فيرين. وباش تكتشفوا معايا هاد الشيء كامل خليكم معايا لاخر الفيديو، كنتمنى تستافدوا منه وتاخذوا منه هكا افكار. وبلا ما نطول عليكم غادي نخليكم مع المقادير طريقة التحضير وفرجة ممتعة. وهنا يلاه واحد شويه دابا جيت من السوق، يعني حاولت داكشي كامل اللي غادي خصني حاولت نحيدو عليا قبل باش هكا ما بقاش كل شويه داخله خارجه، باش نحيد عليا ان شاء الله كلشي في مره. انا جيت نشارك معكم شنو خديت من السوق، المهم حتى شي حويجات من الماتريال خديتهم لان دائما كيخصوني. بالنسبه للثيم ان شاء الله غادي يكون سبايدرمان، المهم اياد جده خدات لي هاد اللبسه هادي صافي قال لي والو بغيت سبايدرمان. صافي عندي هنا هاد النفاخه ديال سبايدرمان، وهنا خديت هذا يعني هذا ان شاء الله غادي نحطو فوق الحلوه، داكشي باش خديتو هكا صغيور. وان شاء الله غادي نشارك معكم كل شيء. وهذا الماسك ديال البيسه. بالنسبه لي كاب كيك ان شاء الله بالنسبه للتيم ديال سبايدرمان، المهم حاولت انني نخرج على الاحمر والزرق. بالنسبه للنفخات يعني خديت 4 5 من كل حاجه، خديت احمر خديت النوار خديت الابيض الزرق والكري، يعني الكري دخلته وهو ابيض باش نحاول نهرس دوك الالوان اللي مهموقه. وهنا بالنسبه لهاد السنته هي ان شاء الله باش غادي تسد هاد النفخات، ان شاء الله غادي نشارك معكم كلشي. هنا خديت شويه تاع لاباطا سكر في النواغ، ان شاء الله حتى هي غادي نحتاجها. هنا بالنسبه لي كاب كيك خديت لهم هادو في لارجونتي. بالنسبه للتزيين خديت هاد الحبيبات الصغار، خديت الاحمر والزرق والكري، هذا رقم 4 ان شاء الله اياد غادي يدير 4 سنين. خديت هنا هاد الشميعات هادو حتى هما بالزرق، خديت هاد العويدات هادو ان شاء الله هما اللي غادي ندير بهم لي بوبس كيك، خديت نيسلي كاراميل ان شاء الله غادي نديرو في لي ماغنوم، وغادي نديرو حتى في وسط التورته. هنا خديت شوكولا غيش شوكولا نوار والبيض. بالنسبه للكريمه خديت ايترونس يعني خدت لا تخصني. وبالنسبه لهاد البسكوي هذا ان شاء الله غادي نشارك معكم شنو غادي ندير به، غادي نزينو بلا باطو شوكولا. صافي هنا خديت ملون بالازرق، هنا خديت رقم 4 توا بالبلوغوا، يعني حاولت ندير كلشي باش يجي داكشي متناسق. هاد هابي بيرثداي تاعي خديتها بلارجونتي، خديت هاد الملاسه هادي دائما كنقول خصني ناخذها. زوينه الصراحه، يعني كتساعدنا بزاف في الكيك ديزاين في الفينيسيون. هنا بالنسبه لهاد لي شوكولا توما غادي نستعملهم في الحلوه، خديت هنا البابي كويسون. وبالنسبه لهاد السيليكون هذا ديال لي ماغنوم توا دائما كنقول ناخذو، المهم يلاه كتاب. خديت هذه فيها 8 ديال الحبات، هذه كدير خديتها ب 65 درهم. بالنسبه لهاد العويدات هادو ديال لي ماغنوم، هادي واقيلا خديتها ب 10 دراهم، ان شاء الله غادي نستعمل الاحمر والزرق. وهنا اول حاجه بدينا بها اللي هي الجينواز اللي صوبتها هنا 3 ايام قبل. بالنسبه للجينواز ديجا شاركتها معكم في عيد ميلاد ديال اختي، ان شاء الله غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف، اولا كنتبعوا القاعده اللي باينه ديال الجينواز اللي هي كل بيضه كنديروا معها 30 غرام ديال الدقيق و30 غرام ديال السكر سنيده. بالنسبه ليا انا هنا صوبت جوجات، بالنسبه للمرصو الثالث ديال الكاكاو كندير جاندي. ودابا غادي ندوزو نصاوبو الكاناش باش غادي نغلفو التورته ديالنا. هنا عندي 400 غرام من الشوكولا غيش و 400 غرام ديال الكريمه، يعني كندير الكريمه قدها قد الشوكولا، وبصراحه كيجي القوام ديالو رائع.
هنا دفيت الكريمه مزيان يعني حتى كتقرب تغلى ليا، من بعد كنفرغها مباشره فوق من الشوكولا وكنبقى كنحركو مزيان حتى كينسجم ليا وكيولي ليا الشكل ديالو كريمي. بالنسبه لهاد الكناش هذا كنخليوه على جنب، يعني كنغطيو الوجه ديالو بالفيلم اليمونطير وكنخليوه على جنب حتى كنغلفو به الطورطه ديالنا، يعني ما كندخلوش للثلاجه. الكناش مونطي هو اللي كندخلو للثلاجه، من بعد كنطربوه باش كنمونطيو به الحلوه. هنا خديت كريمه ديال هولالا، يعني داكشي اللي تبقى ليا ملي حيدت منها 400 غرام، يعني كنت حاطاها في المجمد باش هكا دغيا كتساعدني انها تطلع. بعد ما طلعت كنضيف عليها انا تقريبا 2 معالق كبار من الكناش باش يعطيني هكا مذاق زوين وحتى اللون. وبعد ما انسجمت ليا يعني كنغطيها حتى هي مزيان بالفيلم اليمونتير وكنردها للثلاجه حتى كتبرد ليا مزيان باش من بعد مونطي بها الكاطو ديالي. وبالنسبه للجينواز كيف قلت لكم صوبت جوجات، بالنسبه للثالثه كانت عندي. هنا بالنسبه للحشوه عندي هنا سنيكرز كيعجبني الصراحه المذاق ديالو كتجي فيه واحد التعريكه زوينه، عندي الشوكولا ماروخه بالبندق، عندي اللوز اللي حمرته شويه في الفران باش يجي مقرمش، عندي كاكا مقطع وعندي نسلي كاراميل. دابا ان شاء الله غادي ندوزو للمونتاج ديال الطورطه. هنا اول حاجه خديت الجزء الاول من الجينواز سقيتها بالحليب، بالنسبه لي انا كنفضل الحليب باش هكا نقصوا شويه من الحلاوه، وكندير عليها الكريمه، ضفت عليها هنا الكركاع. من بعد كناخذ الجزء الثاني من الجينواز حتى كندير عليها الكريمه، والوسط ديالها كندير فيه نسلي كاراميل، بصراحه كتجي فيها واحد التعليكه زوينه في الوسط ديالها. ومن بعد درت فوق منها شوكولا سنيكرز لان حتى هو فيه الكراميل، بصراحه كتجي واحد الطبقه لي زوينه فيها واحد التعليكه زوينه. بالنسبه للحشوات ممكن ديروا البراليني الفيوتين اللي بغينا. هنا كنضيف الطبقه الثالثه ديال الجينواز كيف قلت لكم، هذه درتها بالكاكاو باش هكا يجيوني حتى الالوان في التقطيعه ديال الحلوى باش يجي الشكل ديالها زوين. حتى هي كنضيف عليها الكريمه من الفوق، ومن بعد كنضيف عليها اللوز كيف قلت لكم حمرته حتى وجدت فيه واحد القرمشه زوينه. ومن بعد كنضيف عليها الجزء الرابع من الجينواز حتى هو اكيد ضروري ما كنسقوها بالحليب، من بعد كنضيف عليها الكريمه. بالنسبه لهذا الجزء هذا فانا درت ليه الشوكولا بالبندق. بالنسبه للجزء الاخير اللي كيكون في الفوق ديال الحلوه هو اللي كيكون تحت الجينواز، يعني كيكون القاع ديالها مقاد باش هكا كتساعدنا في الفينيسيون ديال الطورطه. صافي هنا بعد ما فينيسها كما كتلاحظوا معايا يعني ما كانش عندي المول اللي طالع، مونطيتها غير هكا. بالنسبه للكريمه يعني جاتني مقاده مع الطورطه، هذا علاش انا من الاول خديت اترونس ديال الكريمه على قبل هكا لي فيغين ولي كابكيك. صافي غادي نغطيها مزيان بالفيلم اليمونتير وغادي نردها للمجمد واحد ساعتين باش تبرد ليا مزيان باش من بعد تساعدني في المونتاج ديال الكناش. وها هي بعد ما خرجتها من المجمد يعني تقريبا كيف قلت لكم خليتها واحد ساعتين، من بعد خديت هنا الكناش وغادي ندير واحد الطبقه من الفوق. كيف قلت لكم الطورطه كتكون عندي بارده يعني كتساعدني باش ان الكناش دغيا كيلصق عليها ودغيا كيبرد. صافي هنا كندير واحد الطبقه هكا من الفوق باش ان شاء الله من بعد غادي نقلبها. هنا كناخد البابي كويسون وكنقلب الطورطة ديالي يعني لتحت هو اللي الفوق حنا قلبناها باش هكا تجينا مفينية مزيان. صافي من بعد كناخد الكناش ديالي كما كتلاحظوا معايا كندير الكناش كنملسو لجهة وحدة، يعني ماشي كنمشي ونجي باش هكا منهزش داك التفرتيت ديال الجينواز ويخسر ليا الشكل ديالها. يعني كناخد الكناش وكنطلع جهة وحدة وكنبقى مستمرة حتى كنكمل الدورة كاملة، يعني كناخد واحد الكمية نيت باش هكا يعني ندير لنا واحد الطبقه باش تجيني مفينيه مزيان. يعني الا خدمنا الكناش مزيان بصراحه الطورطه كتجينا مفينيه، خصوصا في التغليف ديال لاباطو شوكولا كتجينا مقاده وما كتعذبناش بزاف. انا كما شفتوا معايا بعد ما درت واحد الطبقه ديال الشوكولا هنا كناخذ الملاسه وكنحاول نحيد داك الزائد فيما كيبان ليا شي فراغ اولا شي بلاصه كبحاله معوجه، كنعاود نعمرها بالشوكولا وكنليسي في نفس الوقت. وكيف قلت لكم الطورطه راه باده يعني ساعدتني بزاف دغيا كيلصق عليها الشوكولا، وفي نفس الوقت يعني كنركز على الجوانب ديال التحت لان كما قلت لكم الحلوه قلبناها كما كتشوفوا باش هكا يجيونا حواف ليهما حادين، يعني كنليسيو في نفس الوقت يعني كنرد البال مع الاسفل ديالها باش يجينا هكا مفيني.
كيجي هذا هو الشكل النهائي ديالها بعد ما فينيناها، يعني كيجيو حواف اللي هما حادين، يعني حتى بالنسبه للتغليف ديال لاباتو شوكولا كتجينا مفينيه وكتساعدنا في الخدمه. صافي هنا بعد ما كملتها غادي نربطها بالثلاجه باش تبرد ليا مزيان، باش ان شاء الله نعاود نغلفها بلاباتو شوكولا. بالنسبه لاباتو شوكولا بصراحه صورتها بصراحه ديال الدار راه كتجي زوينه بزاف، يعني ممكن انها تكال كتجي رطبه وبنينه احسن اللي كتباع صورتها، ولكن ملي جيت ندير المونتاج ما لقيتش الفيديو ديالها نهائيا، عييت ما نقلب عليه، يمكن هكا مصحوا ليا الدراري اولا. كيف قلت لكم الا بغيتوها ان شاء الله مره اخرى غادي نشاركها معكم. يعني اول حاجه بالنسبه لسطح العمل ديالي خصو يكون نقي، لان التورطه لاباتو شوكولا بيضه، يعني اي حاجه غادي تلصق لينا عليها. وبالنسبه ليا انا يعني بالنسبه لاباتو شوكولا كنبقى كنرش غير النشا، ما كنخدمش بسكر غلاسي لانه هو اللي كينشفها. هنا بعد ما طلقتها مزيان بالثلاجه كناخذ ديك الملاسه وكنحاول ندوز عليها هكا من الفوق باش هكا ما يكونوش فيها هكا لي طراس ديال الثلاجه. بالنسبه للتورته بعد ما جبتها من الثلاجه كندوز عليها شويه بالماء غير بيدي باش هكا كتلصق ليا عليها لاباتو شوكولا كما كتشوفوا معايا. يعني كنحاول نخدم شويه بشويه، ماشي كنزل واحد الجهه في مره، كنبقى كندور على التورته وانا كنطلق لاباتو شوكولا شويه بشويه حتى كنهبط عليها كاملة. يعني هاد المرحلة صراحة كتبغي شوية ديال الوقت وشوية ديال الخاطر باش هكا كتجينا الطورطة مفينية. صافي هنا بعد ما هبطتها كاملة وسقتها على الجوانب كنقطع عليها داك الزائد وكناخد هاد الملاسة هادي كما قلت لكم بصراحة كتساعد، اولا ممكن نخدمو غير بيدينا. من بعد كنقلبها، يعني كندير هكا واحد البابي كويسون من التحت وكنبقى كنقلبها، وفي نفس الوقت كنبقى كنخدم بديك الملاسه بحال كنهبط دوك الحواف، يعني كنبقى كندورها بحال دوك القنيسات ديال لاباتو شوكولا كنبقى كنهبطهم باش هكا كيجوني دوك الحواف حادين. صافي كنبقى غادا هكا حتى كنكمل الدوره كامله. هنا كناخذ واحد شويه ديال لاباطا سكر اللي خديتها جاهزه، لان بالنسبه للنواغ ما كيخرجش لينا واخا نديرو الملون حتى كنعياو. هذا باش خديته، يعني خديت هذا المورسو هذا غير صغير، خديت تقريبا واحد 10 دراهم وكفاتني. هنا كنبدا كنخدمها بيدي باش هكا كترطب، يعني لاباطا سكر هي كتكون بحال قاصحه كنسخنوها بيدينا دغيا كترطب وكتساعدنا هكا في الخدمه. صافي من بعد كنقسمهم كويرات اللي هما صغيورين باش هكا كنديرهم حرابل. بالنسبه التزيين يعني انا فضلت انني ندير الارضي ديال التورته ديالي بالبيض، ما بغيتش نديرها نتبع سبيدرمان كما هو باش نديرها حمراء وندير عليها ديك الشبكه هكا ديال العنكبوت بالنوار. فضلت انني نديرها بيضة وندخل فيها النوار وندخل فيها الاحمر، وبصراحه جي الشكل ديالها راقي كما قلت لكم. يعني كنبقى كنحربل هذيك لاباطا سيكو في النوار بهذا الشكل هذا. وبالنسبه لدوك الحريبلات يعني كيخصنا نديرهم هكا مقادين، يعني ماشي كتكون جهه غليظه وجهه رقيقه كما كتلاحظوا معايا. يعني بقيت غادا حتى كملتها بهذه الطريقه هذه. وبعد ما كملت الدوره ديالي كامله كما كتشوفوا بصراحه غير هكا وكيجي الشكل ديالها زوين. بالنسبه للتزيين يعني خديت لاباط وشوكولا درت ليها الملون الاحمر لي بودرا ودرت عليها العنكبوت، يعني صوبت هي حريبلات هكا وداك الرويس وداك الظهير ديالها تراصيتو هكا بالموس ولصقتها على التورته. هذا هو الملون باش لونتها. يعني بالنسبه لاباطو شوكولا يعني كتبغي دائما ملون لي يكون بودر، هي ما كتبغيش السوائل نهائيا حيت كتخسر لينا. صافي بعد ما كملت التورته ديالي بالنسبه للتزيين الاخير بصراحه خرج لي ستوكاج، تحبس لي التصوير ما رضيتش البال. المهم الطريقه راها باينه كما قلت لكم. من بعد خديت واحد الدائره ديال لاباطو شوكولا بالاحمر درتها في الوسط، حطيت عليها داك سبايدرمان وحطيت عليها رقم 4 وديك هابي بيرثدي، وفي الاخير خديت واحد الحربول بالنوار كما قلت لكم. يعني 10 دراهم ديال لاباطا سكر قداتني. صافي بقيت كندور على الجوانب ديالها بهذا الشكل هذا. يعني بالنسبه لطريقه التزيين بصراحه ما بروغراميتهاش في راسي وانا خدامه في التورته والافكار كيطيحوا عليا، والحمد لله
يعني عجبتني النتيجه، جات راقيه، يعني ماشي كون درتها حمراء بصراحه ما غاديش تعجبني. الحمد لله جات راقيه واياد فرحان بزاف. يعني ملي بديت هاد التحضيرات وهو جالس حدايا في الكوزينه بصراحه ديرونجاني، بقى قابلني نعاونك لا قطعي ليا لا عطيني ندوق. المهم بركه غير ديك الفرحه ديالهم وكيجي هذا هو الشكل النهائي ديالها. يعني بالنسبه للطورطه هي اخر حاجه صاوبت، من بعد غادي نوريكم التحضيرات الاخرين. يعني الطورطه صوبتها نهار الجمعه، يعني عطيتها حقها، عطيتها وقتها نهار الجمعه. من بعد غلفتها مزيان بالبلاستيكه وحطيتها في الثلاجه يعني حتى لاخر لحظه وجبتها من الثلاجه. وصافي، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا وخديتوا هكا افكار، ونزعمكم انكم تنتوما كتصوبوا حليوات في ديوركم. غادي ندوز باش نوجد معكم لي بوبس كيك ولي ماغنوم. هنا عندي واحد الكيكه اللي طيه صوبتها يومين قبل وحطيتها في المجمد، يعني صوبتها بالياغورت باش هكا كتجيني بنينه. من بعد ما فرتتها مزيان كنضيف عليها تقريبا هنا واحد 3 ديال المعالق ديال الكراميل. يعني بالنسبه لي ماغنوم ولي بوبس كيك يعني ضروري ما ان الحشوه كتجينا معلكه باش هكا ما كيتشققوش لينا. بالنسبه للحشوه ممكن ديروا اللي بغينا. هنا كما كتشوفوا معايا يعني ضفت عليها شويه ديال الكاكاو لان بيت اللون ديالها يجينا غامق. ممكن ديروا بسكوي، ممكن ديروا اوريو، حتى هو كيجي زوين الصراحه. صافي، هنا بعد ما بديت كنكورها وكنديرها في الموس سيليكون ديال لي ماغنوم، وبقيت مستمره حتى كملتهم، يعني صوبتهم على جوج ديال المرات. وهنا بعد ما كملتهم كاملين هنا كناخذ دوك العويدات ديال الكلاص اولا ديال لي ماغنوم، وبقيت نقادهم بهذا الشكل هذا. يعني درتو من الاول باش هكا يبردوا ويلصق عليهم مزيان. من بعد غطيتهم مزيان بالفيلم اليمونتير وحطيتهم في المجمد حتى شدوا راسهم تقريبا واحد ساعه وخرجتهم. هنا كما كتلاحظوا معايا بعد ما جبتهم يعني كيكونوا باردين كنغطسهم هكا في الشوكولا. بالنسبه للشوكولا درتو في كويس باش هكا كيساعدني. كيف قلت لكم كيكونوا باردين يعني دغيا كيلصق عليهم الشوكولا، وكما كنحطها يعني كنجرها وكنبدل ليها البلاصه باش هكا التحت ديالها ما كيخسرش. يعني هنا كنت كندير الكوش الاول، ومن بعد ما دوزنا الكوش الاول هنا غادي نعاودو الكوش الثاني باش هكا كيجيوني دوك لي ماغنوم البياض ديالهم ناصع. كيف قلت لكم يعني كنغطسها وكنحطها كنعاود نجرها باش ما يخسرش ليا التحت ديالها. وبقيت مستمره حتى كملتهم كاملين. هنا خديت واحد الساشيه درت فيها انا شويه ديال الشوكولاته البيضاء. من بعد كندير عليها دوك الحبوب اللي قلت لكم غادي نزين بهم الاحمر والزرق والارجونتي. كندير هكا غير الفوق يعني عشوائيا، كندير غير الجنيبات هكا واحد الخط هكا لي مائل. وها هما لي ماغنوم ديالي جاهزين. بصراحه كيجيو زوينين هكا، كيجي الشكل ديالهم راقي في لي بوفي دانيفيرسير. حتى الوليدات الصراحه كيحماقوا عليهم وكيجي المذاق ديالهم زوين بزاف. وكما شفتوا معايا يعني ساهلين وما كيديوش لينا بزاف ديال الوقت. يعني بالنسبه لي ماغنوم صوبتهم 3 ايام قبل، ممكن صوبهم 3 ايام بربع ايام ما كيوقع عليهم والو، كتحطو في الثلاجه وكتغطو مزيان كيبقاو لينا مزيانين باش هكا كل مره كننقصوا علينا حاجه باش ما كنتضغطوش بالوقت. كيف قلت لكم انا اخر حاجه صوبتها هي الطورطه باش هكا كنعطيها وقتها. كما كتشوفوا معايا خديت هنا واحد البواطه درت ليها هنا البابي من التحت وبديت كنحط عليها لي ماغنوم ديالي بهذا الشكل هذا. ومن بعد درت ليها الفيلم اليمونتير وغطيتها باش هكا حتى حاجه ما كتشد ليا الريحه ديال الثلاجه. وبالنسبه لي بوبس كيك نفس الحشوه، يعني كنعبرهم باش كيجينا هكا الشكل ديالهم قاد. بالنسبه ليهم هما كندير فيهم تقريبا 21 غرام لكل وحده. زعما شكلتهم كلهم هنا بالنسبه للعويدات يعني قسمتهم بالنص باش هكا كيجيو صغيورين كيجيو زوينين هكا في المنظر ديالهم. وتا هما نفس الطريقه يعني كنغطسهم في الكوش الاول وكنعاود نبدل لهم البلاصه حتى كنعاود لهم الكوش الثاني. من بعد نفس الطريقه يعني خديت الشوكولا درته في الساشيه وبديت كندير خطوط بهذا الشكل هذا وكندير عليها دوك الحبيبات ديال التزيين باش هكا دغيا كيلصقوا عليها. تا هما الصراحه كيحماقوا عليهم الوليدات الصغار. وكيف قلت لكم بالنسبه للحشوات كديروا اللي بغيتوا. يعني انا درت كيك مع الكراميل، صراحه جا المذاق ديالها زوين بزاف وكتجي فيها واحد التعليقه رائعه.
وبصراحه كيجيو حتى هما زوينين هكا في لي بوفي دانيفيرسير اولا تصاوبيهم من وليداتك بلا مناسبه كيعجبوهم بزاف. وحتى هما نفس الشيء يعني خديت بواطه درت فيها حتى هي البابي يعني بالنسبه للي بوبس كيك ولي ماغنوم ما كنحطهمش في المجمد لان الا خرجناهم داك الشوكولا كيتشقق مش المصطلح كيتشقق وكيجي الشكل ديالهم خايب يعني كيبقاو غير في الثلاجه عادي يعني كيبقاو كما هما. وبالنسبه لي فيغين هنا خديت كيكه عاديه درت ليها هنا الملون الاحمر يعني حاولت ندخل الاحمر شويه هكا باش يجيني البوفي زوين. هنا كندير تقريبا واحد جوج معالق صغار لكل كويس من بعد كنحاول نثبتهم مزيان بالمعلقه باش يجينا هكا الشكل ديالهم قاد في الطبقات. من بعد كندير عليهم كريم ديبلومات اللي بصراحه كتعجبني وكتجي رائعه بزاف لي فيغين. سبقت لي شربتها معكم في عيد ميلاد ديال اختي ان شاء الله كيف قلت لكم غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. كتجي بنينه اللي هي خليط ما بين الكريمه وكريم باتيسير. هنا كناخذ الفرومبواز كان عندي في المجمد طحنته وكنحصل هكا على واحد الكولي ديال الفرومبواز وكنديرو حتى هو من فوق ديك الطبقه ديال كريم ديبلومات. وبالنسبه للكاب كيك دائما كنشاركهم معكم يعني هنا حتى صوبتهم درت لهم هنا ملون بالاحمر جاو الصراحه زوينين بزاف وجاو خفاف. وكما تعودتوا دائما عليا في الكيك انا كنخلي الياغورت اخر حاجه باش هكا الكيكه كتجي مفشفشه وكتجي رطبه وخفيفه. ان شاء الله غادي نخلي لكم الرابط ديال الكاب كيك سبق لي شاركتهم معكم في واحد الفطور ان شاء الله غادي نخلي لكم في صندوق الوصف. وكما شفتوا معايا يعني بالنسبه لهذا الخليط ديال جوج بيضات عطاني 12 حبه وصافي كندخلهم للفران حتى كيطيبوا وكيجيونا على هذا الشكل هذا يعني حتى هما صوبتهم يعني بيومين قبل وحطتهم في المجمد. بالنسبه لي انا يعني صوبت لاباتو شوكولا والجينوازات ولي كيك يعني صوبتهم 3 ايام قبل باش هكا كنربح الوقت يعني كل نهار كندير حاجه باش ما كتضغطش. بالنسبه للكريمه اللي غادي نديرو على لي كاب كيك هنا خديت كريمه قسمتها على ثلاثه وحده درت فيها الملون الازرق وحده خليتها بيضاء وحده درت فيها الملون الاحمر باش غادي نزين بهم لي كاب كيك. يعني كندير شويه 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 في البوش وكنديرهم فوق من الكاب كيك بصراحه كيجي الشكل ديالهم زوينين. ها هما كما كتشوفوا معايا كيجيو رائعين كيجيو هكا بحال موجين. المهم بقيت غادا في داك التيم ديال الابيض الزرق والاحمر. وبالنسبه للبسكويت اللي سبقت ليا وشاركت معكم في مشتريات كناخذ لاباتو شوكولا كنطلقها مزيان بالدلاك وكنقطعها هكا بواحد القطعه اللي كتجي الدائره ديالها قد البسكوي وكنلصقها عليها يعني كنلصقها يا بالكراميل يا بالناباج يعني حتى كنلصقهم كلهم بهذا الشكل هذا. من بعد كناخذ لاباتو شوكولا بالاحمر وكنحاول نقد عنكبوت بهذا الشكل هذا. ومن بعد خديت لاباط بنوار وصوبت ليه الاسم ديالو في المول ديال السيليكون سبقت ليا وشاركت معكم في عيد ميلاد ديالو الاول حتى هو ان شاء الله نخلي لكم صندوق الوصف. بالنسبه لي دونات حتى هما زينتهم بالشوكولاته البيضاء ودرت عليهم دوك الحبيبات وكانوا هادو هما التحضيرات ديال عيد ميلاد ديال اياد. ان شاء الله الفيديو الجاي غادي نشارك معكم اجواء الاحتفال كيفاش دوزنا عيد ميلاد البيفي ان شاء الله كيفاش غادي نقدمو وباش نجمع لكم كلشي في فيديو واحد باش هكا ما يجيش طويل بزاف. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا وتاخذوا منه افكار وتستافدوا منه ولو حاجه بسيطه. وما تنساونيش من لي لايك ضروري من لي لايك والتعليق الزوينه ديالكم. وهنا غنقول لكم السلام عليكم نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.